المزايدة، أنا عرفت إن اتحاد الكورة رفض هذه المزايدة، لأن اتحاد الكورة هو الموضوع بتاع الدوري ده مش مجرد اللجنة السباعية يا كابتن مدحت. نعم. أنت عارف إن إحنا تعاقدنا بيبقى من خلال اتحاد الكورة، حقيقي هو مفوض من الجمعية العمومية أو من الأندية، ولكن اللي في الوش هو اتحاد الكورة. نعم. واخد بال حضرتك؟ فالنهاردة الاقتراح الجديد اللي طلع ده بتاع إن إحنا نبيع الدوري 4 أسابيع لغاية ما نجهز للمزايدة. ده كلام يعني احنا وصلنا لكلام حتى مش منطقي خالص، يعني وصلنا للانلوجيك بقى. هم اعلنوا النهارده هيبيعوا 4 جولات بقيمه 1,000,000 وكسر لغايه لما يعملوا المزايده، امر غير منطقي اطلاقا. يعني انا عايز اتساءل، احنا النهارده احنا عارفين دايما هم ناس محترمين وعلى قد المسؤوليه ودايما بيدوروا على مصلحه الانديه بتاعتهم. طيب احنا عايزين نتساءل، مصلحه الانديه تيجي منين وانا النهارده ببيع في اسوأ ظروف ممكن تبقى فيها اقتصاديات بلد؟ صحيح. طب انا النهارده ازاي هجيب اعلى دخل؟ ده بالعكس، ده انا كنت امد سنه والسنه دي في خلال 2-3-4 اشهر اعمل اجهز نفسي لمزايده مظبوطه، يكون الحال اتصلح في البلد، الحال الاقتصادي اتصلح، ويبتدي يجي اعلى دخل من المزايده دي للانديه. بالظبط. دي واحد. نمرة 2، هم لازم يكون عندهم نظرة كمان سياسية ونظرة عاطفية للبلد. النهاردة البلد ما تتحملش الحالة الـ يعني اقول لك التضارب اللي موجود في القرارات ده. انا النهاردة لازم امشي بهدوء، ده انا بطالب الناس انها تبقى بهدوء. فالنهاردة ليه ان انا ما مدش؟ ليه؟ ايه السبب؟ تعالى بقى لازم ابص للمصلحة العامة في البلد يا كابتن. ما ينفعش ان انا ابص للاندية فقط. لا، ده انا النهارده عندي كمان حاجه اسمها اعلام مصر، عندنا اعلام مصري، عندنا بيوت مفتوحه على الاعلام ده. بيوت مفتوحه على القنوات الفضائيه اللي موجوده. تضيف ان القنوات الفضائيه دي من غيرها مفيش دخل للدوري طبعا. يعني انت الدخل بيجي لك منين غير من القنوات الفضائيه؟ ومش هنروح خلاص بقى، احنا قفلنا قصه الاحتكار وقفلنا الكلام ده وقفلنا ان حتى ممكن تبقى فيه احد القنوات او احد الجهات او الشركات تاخد وتحتكر وما تدورش على الدخل. طبيعي. ده موضوع غير مقبول وما اعتقدش ان هو هيبقى مقبول بعد الثورة. صحيح. تمام. فيبقى انت النهاردة مطالب بايه؟ مطالب ان القنوات دي كمان انك تبص لها. ازاي هي هتجيب الفلوس اللي هتديها لك كاتحاد او كاندية؟ انا النهاردة حضرتك لما تيجي تديني 4 جولات. حضرتك عارف طريقة البيع للإعلانات إزاي؟ سنوي القنوات. الدخل بتاعي بيجي من الإعلانات. نعم. ما عنديش دخل تاني. فالنهارده أنا عشان يجيلي دخل عشان أدي اتحاد الكورة وأدي الأندية. الدخل بيجيلي إزاي؟ باجي باخد الدوري وبطلع مثلا على شركة من الشركات بقول لها يا شركة إحنا معانا دوري المصري لمدة موسم. حطي رقم عليه. تمام. وبتيجي إنها تحط رقم في الإعلانات. ما اقدرش اروح لشركه يا كابتن اقول لهم انا معايا 4 جولات وما اعرفش بعد كده هيحصل ايه. وبعدين بقى ايه ده بيقول لك ايه في القرار؟ بيقول لك وتلتزموا بعد كده بالمزايده. الله، طب افرض المزايده يا كابتن مدحت النهارده هو محدد قيمه مثلا الاسبوع 300,000 جنيه. جه راح عامل مزايده، قام داخل واحد مش عارف هو بيدفع كام وقال لك ان الاسبوع هيتكلف 800,000 جنيه. هيقدر؟ بالظبط. يبقى انا النهارده اعرض 4 ماتشات واقفل القنوات بعد كده؟ لا لا، غير منطقي كمان ان يعرض عليه اربع اسابيع وبعدين ما نش عارف بعد كده هعمل ايه. عمرها ما حصلت يا كابتن عمر. امر غير منطقي اطلاقا. يعني انا بقول لحضرتك احنا الكلام ده اول مره نسمعه في اي حته في العالم. منتهى التخبط، لم يحدث في التاريخ. ده ما حصلش ان ناس تبيع دوري 4 اسابيع. ده الناس تضحك علينا والله العظيم بالكلام. احنا لو بنبيع خضار يا كابتن. بالظبط كده. ده انت النهارده لما بتيجي تشتري حتى ثروه، نقول مثلا ناس بتبيع بطيخ، هيبيعوا البطيخ بالموسم بالحاجه اللي موجوده في الارض على بعضها. وبعدين قادلهم شهرين عمالين يجتمعوا، طب ما كانوا ياخدوا قراراتهم من شهرين. انت النهارده جاي في الاخر تقول 4 اسابيع ومش عارف ايه. بعدين الكابتن النقطه الثانيه، الناس دي المفروض انهم يمتلكوا من، يعني اقول لك ايه، من الذكاء وعندهم من الخبرات الكافيه في جمال في التسويق كمان يا كابتن. طبعا فيهم ناس خبراء زي كابتن حسن حمدي مدير وكاله الاهرام. تمام. وعنده هو كمان قناه الاهلي. طبعا. طب النهارده قناه الاهلي يا كابتن حسن هتعرض فيها
الاربع اسابيع افرض جه حد وما اداش قناه الاهلي هتعمل ايه في جماهير الاهلي؟ لا هو بقى اكيد مظبط الحته دي، هو مظبطها 100%. النهارده بقى عندنا بقى امال ايه؟ طبعا انا مش اخد حقه من مش اخد حقه من التلفزيون دقايق اعلان، هو دقايق الاعلان مين اللي هيحطها؟ ما وكاله الاهرام. يبقى احنا بقى في وفي حد غيره ويكسب والدنيا تكسب عنده 100% في وكاله الاهرام والكوميشنات تشتغل والدنيا تتظبط. وبقيه الانديه كده وبقيه الانديه وضعها لا لا ما حدش ما بيفكرش فيهم، لا ملوش دعوه بيهم، ما حدش بيفكر طبعا طبعا الحته اللي هو فيها فقط. انما احنا النهارده يعني نفسنا الناس تبص للمصلحه العامه شويه. صحيح المصلحه العامه هنا في اسر وفي ناس بتشتغل وفي صناعه ناس عايشه عليها وفي كذا وفي انديه وفي لعيبه وفي مليون حاجه. وبلاش القرارات القهريه دي، يا تاخد اربع اسابيع مش هديلك، بلاش القرارات القهريه دي وقت ما بقيناش في زمن القهر يعني. الزمن ده خلص. تمام؟ ولابد كمان ان احنا نبص لبصه ثانيه، ان قصه ان انا النهارده لاعلى سعر مين اللي يجيب لي السعر ده مش مهم، لازم برضه تطلع يا كابتن مدحت. المفروض لو عندنا احساس بالوطنيه شويه ونظره للاعلام المصري شويه افضل من كده. لان ببساطه جدا لو هم عايزين اعلى سعر انا بقول لهم من دلوقتي خدوا هذا المنتج واطلعوا عرضوه في اسرائيل. هيدوهم سعر كويس واخدوه حصري. عشان تجيبوا حصري. بالظبط. واخد بالك بكل وكوهين ورشيد يقعدوا يتفرجوا احنا مالنا؟ مالناش مشكله. فده كلام لازم يبتدي يتغير ولازم يبقى فيه الفكر ده ان النظره الشموليه تبقى موجوده. نعم. كفايه بقى اللي احنا فيه ده، وكفايه اللي احنا فيه، يعني كفايه اللي مصر فيه دلوقتي، مش ناقصه كمان ان انتوا تعملوا تخبط كمان في الرياضه اللي هي المتنفس بقى اللي فاضل. بالظبط بالظبط. الحقيقه يعني اعتقد ان شاء الله الامر يعدل، ولابد من نظره موضوعيه شويه، ولازم الكابتن حسن حمدي يهدى شويه ويبص بصه موضوعيه للامور، وننحي جانبا مصالح وكاله الاهرام وقناه الاهلي، ننحيها جانبا. ويا ريت يا كابتن مدحت كمان، يا ريت يعني كفايه بقى الفتاوي الترزيه اللي بيفتوا اللي بيقصوا القصات دي. نعم. دي عامله زي واحد ماسك باترون بيجهزوا الحاجه. طب ما تخش بقى وخلي من الجراءه دلوقتي انك تعلم مين الحته اللي انت بتجهز لها الحته دي. واضح. وخلاص بقى وضحت، واخد بالك؟ نعم. وبعدين للاسف يا كابتن انا النهارده بنشوف حاجات أسوأ. الاتحاد حتى بتاع الكوره بقى عباره عن قرارات مش عارفين بتطلع من مين. اعضاء مجلس الاداره بقوا دورهم مهمش. مهمش. والقائمين في الكلام ده تلاقيه شخص واحد، والشخص ده انا لا شايف له تجربه ناجحه في اي حاجه ولا في اي حته. نعم. واخد بال حضرتك؟ فما ينفعش النهارده ان هو الاتحاد يبقى كده في الاخر والاول الدوري ده منتج يملكه الاتحاد يا كابتن. طبعا. يملكه المسابقه دي حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، لان مفيش حاجه اسمها رابطه انديه. الى ان تحدث. بالظبط. لما تحدث رابطه الانديه يمتلكها رابطه الانديه. صحيح. انما التنازل اللي حصل والخير جاي للانديه يا دكتور، الخير جاي والله العظيم. لو المنتج ده اتحاد الكره او الانديه امتلكته وباعته النهارده في 10 11 قناه هتشتري، لكن مشكله اللجنه ان واحد بس مسيطر عليها وبيصور للاخرين ان ده افضل تسويق، ومعاه شخص مساعد ليه عمره ما عمل حاجه ناجحه اطلاقا ولا جاب تعريفها للمكان، وبيسيطر عليه بافكار واهيه وبينقلها للانديه وبيحاول يسيطر على فكرهم بطريقه خاطئه. وادينا لهم التجربه الفرنسيه. التجربه الفرنسيه بدات الدوري بمليون ونص مليون دولار لست محطات، النهارده بتبيع ل 43 محطه. ماذا لو كان باع الحق لشركه؟ ما كانش لم الفلوس دي كلها. لا وده انت في حاجه احسن يا كابتن. انت النهارده حضرتك لما هجيب شركه، تمام؟ زي ما بتقول الشركه دي مش المفروض انها تطلع نسبه بروفيت؟ طبعا. تطلع مكسب، يعني انت كمان قيمه الدوري هتزيد طبيعي. الناس اللي مش قادره. طب وبعدين؟ طب ما هم هيقفلوا وانت في الاخر مش هيبقى عندك دخل. بالظبط. والشركه دي مش هتعرف تجيب لك فلوس منين. صحيح. لو انت بقى عندك بقى فكر تاني. فعشان كده انا بقول لهم من الاول يا جماعه لو انتوا شايفين ان القصه فلوس فقط، لا توجهوا الى اسرائيل خلصوا القصه هناك. صحيح. انما لو القصه مصلحه انديه. نعم. ما يتعملش دلوقتي عشان اجيب اكبر دخل بعد كده. ده مش الوقت السليم لمزايده. بالظبط كده. مصلحه شموليه لمصر، لا انا لازم ابص للانديه والقنوات والاسر والناس والكلام ده. يبقى من كل اتجاه في حاجه غلط. ولازم المجلس العسكري يا دكتور وليد يكون له راي في الامر، لان ده اعلام مصر. مجلس العسكري ومشير طنطاوي لازم يكون له راي
في هذا الامر ان ده اعلام مصر وليس اعلام جهه واحده. الله يكون في عونهم والله. الله يكون في عونهم. بس الاعلام اهم حاجه، اهم حاجه بيهتم بيها المجلس العسكري. ده كل حته في العالم بقى طبعا حاجه الاعلام يا طبعا طبعا. ربنا يسترك ان شاء الله يا دكتور ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. معلش اقحمناكم في موضوع انتوا براه خالص يعني. طيب قول لي بقى يا عمرو دلوقتي عندك فكره عن الصفقات اللي تمت عندكم؟